الشركه هنا عندي قمه كبيره جدا من غوال حمام القديمه و الغوال المحترمه اللي تحب تقعد معاهم. النهارده جايين نتكلم على انواع كتيره من الحمام. الكلام مش هيبقى شفوي بس، هيبقى عملي وهيبقى في حمام هنبدا نشرح عليه ونعرف توصيف الحمام الغزار مع الاستاذ الكبير الاستاذ عبد الحميد او الحاج عبد الحميد. ربنا يا رب يديه طول العمر، وهو من الغوايه المحترمه اللي لها بصمه في الوان كتير من الحمام. مش احنا هنتكلم عن هو اللي هيتكلم عن نفسه، احنا مش طالعين يعني نشكر في الراجل عشان هو موجود معانا على القناه، لا احنا تمام بنحاول نجيب غواي ليها بصمه في بيت الحمام علشان يبقى الكلام واضح بس مش اكتر. ويلا بينا نروح نتعرف على الحاج عبد الحميد ونعرف ازاي هو بدا في غايه الحمام، ودي تعتبر مقدمة لسلسلة الحلقات معاه. يلا بينا نروح للأستاذ عبد الحميد. رجعنا لكم تاني مع الأستاذ الكبير الحاج الأستاذ عبد الحميد. منور الدنيا يا حاج. حبيبي يا عمور، ده أنت اللي نورتنا وكبرتنا، أنت والأستاذ كرم من الناس المحترمة. الله يخلي حضرتك حبيبي، ربنا يبارك لك ويطول لنا في عمرك يا باشا. عايزين نتكلم بقى على الذكريات الجميلة كده وبدايتك في غاية الحمام. والله أنا بدايتي زي أي حد بيغوى الحمام، طبعًا أول ما بدأتها بالنشا. يعني انا طلعت لقيت اخويا الكبير هو اللي غوى حمام، بس يعني ما كانش متعمق قوي في الحمام، انا اللي بدات اجري شمال واجري يمين لان انا بحب الحمام. وغايه الحمام هي عشق، وبعدين لازم يبقى عندك فكر. الغاوي لو ما عندوش فكر وعنده موهبه في الحماميه اللي بينقيها مش هيبقى غاوي خالص، ده اول حاجه. وبعدين انا اتعلمت غايه الحمام بمجهودي، ان انا كنت اروح هنا واروح هنا واروح هنا واقعد في عادات. طبعا في بتبقى عادات دايما على القهاوي، بتبدا من بالليل، كان يبقى بعد النش يتحضروا على القهاوي بالليل عشان ده يقول لك انا مسكت كذا من فلان وده مسكت كذا من فلان. كنت بروح اقعد معاهم استمع مع الناس دي، والناس دي هي اللي علمتني غايه الحمام. مفيش حد بيطلع لوحده كده متعلم غايه الحمام. تمام. وكان ليا اصدقائي برضك في شبرا من الناس المحترمه الله يرحمه عم سيد عبد الراضي، من اعز الاصدقاء ليا. وشحته ده كان حبيبي وصاحب عمري، ربنا يغفر له ويرحمه يا رب. الله يرحمه. الله يرحم اموات المسلمين، من الناس المحترمه والناس اللي قمه الادب والاخلاق، وكان مقرب جدا على قلبي، وكان في بينا علاقه كويسه جدا. شحته من الناس المحترمه جدا. وكان الله يرحمه كان الحاج سيد عبد الباسط برضك اللي هو الحاج سيد لبنة، وكان في كمال هريسة، والله يرحمه مراد العبادي. وده مراد العبادي ده بقى أستاذي وحبيبي، لأن ده كنت طبعا وأنا عيل صغير بروح أحضر عنده هناك النش وكده. كان ناس من الناس المقربين جدا على قلبي وبحبه جدا، كان من الناس اللي ذوق جدا جدا في بيت الحمام. تمام. هو كان راجل محترم جدا وكان عنده ذوق في الحمام، وكان طول عمره بيحب الحمام الغزار، لدرجه كان هو بيرمي اوله كلها مساويد فيها بتاع 70 مساويد او 80 مساويد، دي اوله لوحدها مساويد. كان بيروح ياخد السيده عائشه، وبعد السيده عائشه كده كان الحمام ده بيخش كده. وكان الله يرحمه كان في عدل رزق الله، وكان في حسن الجميل، كل دي غواي اختلطت بيها يعني. طبعا طبعا، ده دي غواي هنا عندنا في الحفظية دي كان فيها نش وفيها غواي، كان اجمد نش عندنا هنا في شبرا، كان نش جامد جدا. كان ناس كتيره بتيجي من السيده ومن باب الشعريه ومن هنا ومن هنا، كله كان بيجي يتجمع عندنا. وكان هنا برضك الشرابيه عندنا كان في نش جامد، اللي هم الناس اللي يعني من سني، كان في عصام الباتشي، وكان في الله يرحمه الاسطى متولي، وكان في اسامه، وكان في ناس كتير اصحابي يعني، بس طبعا الذاكره عماله تروح مني يعني. تمام. من الناس القديمه هنا. وهنا برضك كان في عندنا برضك مجموعه شباب صغير برضك كانوا بيعملوا نش حلو،
كان منهم واحد اسمه حسن دسوقي وياسر موسى وسعيد عبد الرؤوف، وكان واحد اسمه نجاح، وكان في هنا ابو خالد وابو ربيع وسعد الغنام، وكان في بالنسبه بقى احنا هنا اللي كان في النش بالنسبه للشرابيه كنا احنا اربعه، كان اعوذ بالله من كلمه انا وعبرازك وحمد مجاري والمقدم عشر. انت واضح من حضرتك انك كنت بتحب النش اكتر من الفرخ. ما هو اي غاوي بدأها لازم اللي ما بدأش بالنش ما يعرفش قيمه الحمام كويس زي اللي بدأها فريخ كده، بينقص منه درجات عشان نبقى صراحة يعني. تمام. لان غاوي النش بيتعلم الحرفنة والصبر والموهبة، ان وانت ماشي الحمام عارف الحمام ده ماشي رايح فين، ولما بتقطع عارف بتقطع من مين، ولما بتيجي ترد الحمام، ولما بتيجي تقسم بالحمام عارف ايه اللي معاك، ولما بتيجي تحد الحمام، ولما بتيجي تسايب الزغل، بيخلي عندك الصبر والموهبة. من هنا انت بتتعلم. من هنا بقى انا سبت النش ودخلت ايه في الفرخ، لان ما نشتش كتير يعني. تمام، عايزين بس نوقفك في النقطة دي. اجمل فردة حمام لما بدأت بقى تخش في الفرخ والانتاج، او اجمل الالوان اللي انت حبيت تغواها في الاول، او شدتك ان انت بقى خلاص مش هتنش فابدأ افرخ. انا طول عمري بحب اللبلة اللي شربندو، بس بعديه على طول العنبر الاسمر والمساوي، دول بعشقهم عشق برضك من زمن الزمن عندي يعني. الناس كلها بطلتهم وحضرتهم، انا ما كنتش بطلتهم. وبحب المساود اللي ابو وش قصير، في ناس بتقول لك ابو وش قصير ده مش بيته، لا موجود من زمن الزمن، من زمن الزمن، ورحت شفته عند ناس اكبر مني في العمر يعني. انا عندي مثلا بتاع 62 سنه، في ناس كان عندها الحمام ده اكبر مني، كانت معديه ال 80 وال 90 سنه، انا رحت شفت الحمام ده عندها. تمام. عشان في ناس بتقول لك الحمام ده مش بيته، دخيل. لو دخلوا دخيل اول حاجه اي فرد حمام عاوز تعرفه صريح ولا مش صريح، مين ضربته. تمام، ممكن يعني ايه نأجل الكلام ده لما نخش لتوصيف الحمام. انا بس عايز اعرف يعني بداياتك في الفرخ مع الحمام. ما انا بقول لك اول حاجه ابتديت بيها هو كان بدايتي في القشره، في الاشربوندو، وبعد كده بدات اجيب المساوي، وبعد كده جبت العنبر الاسمر. تمام. الحمام ده بدات ان انت تختاره او تنتخبه من غواي معينه ولا من الاسواق؟ بص هقول لك على حاجه بس يا عم، ان ما كانش عندك فكر مش هتعرف تربي حمام كويس. تمام. الغاوي اللي بدون فكر مش هيعرف يربي حمام كويس، لان هو الغاوي اللي عنده فكر، ما هو بيجي الفكر منين؟ من خبرتك في الغية وممارستك في الحمام، رؤيتك. وبتروح هنا وبتروح هنا بتبدا تتعلم. تمام. ولازم يبقى عندك فكر كويس، لو ما عندكش فكر كويس مش هتعرف تربي حمام كويسه. يعني لو ما عندكش فكر كويس مش هتعرف تربي حمام كويسه. ما هو بتيجي الحمام كويسه من كتر ان انت الممارسه في قلب الحمام ورؤيتك للحمام. ما انت مش هتتعلم الا ما تشوف حمام. يعني في ناس تقول لك ايه النت بيعلم الغواي، لا العملي بيعلم اكتر من النظري. لان انت لما بتشوف الحمامه في ايديك وبتشوف مواصفاتها في ايديك غير لما بتشوفها على تليفون او بتشوفها على شاشه، فاهمني يا عمرو؟ تمام. فدي حاجه، دي حاجه بترجع لك انت بقى ايه بحكم خبرتك ومرمطتك في الغيب. تمام. فانت من هنا بتبدا ان انت تنقي حمامه كويسه، وتجيب الحمامه دي بقى تشوف السيمتريه بتاعتها فيها ايه انت عاوزه منها اللي انت هتجيبها. شوف ايه النواقص اللي ناقصك في الحمام. ناقصك مثلا فرد حمام ضربته جايه فاتحه، بتبدا تجيب نتايه ضربتها غامقه. فرد حمام لونه مش حلو، بتبدا تجيب له مثلا نتايه لونها كويس، بحيث ان انت ايه في الفرخ انت بتستعدل الحاجات دي. ومن جميل. هنا انت بحكم ان انت بتفرق كتير وبتستنتج كتير، فهنا بقى بيبدا يبان العيوب والمميزات انت اللي بتشوفها مش حد تاني، وبتتعلمها. بتعرف ان ده لما بتدخل ده على ده هيعمل ايه معاك، والحمام مش هيجي معاك من اول سنه ولا اتنين، يجي من ثالث سنه لما بتبدا تعشق الحمام في بعضه، ترد الحمام في بعضه. هنا بقى بيبدا السيمترايه بتاعتك والناتج بتاعك، طموح بتاعك يبان يعني. ما هو لازم كل غاوي ليه سيمترايه هو مشهور بيها. كان الاول عمر ما فيش نت ولا في الكلام ده، كنا نعرف بصمه الغاوي من الحمام. كنت انا ممكن اروح مثلا في شبرا الاقي حمامه بتاعت عمرو او الاقي حمامه بتاعت كرم، اعرفها من شكلها بدون ما امسك دبله، وما كانش فيه الاول دبل. يعني ما كانش فيه دبل ولا فيه الكلام ده، كان الحمام بيتعرف من بصمه الغاوي في حمامه. تمام. ذوقه. ايوه، ما هو بيبقى ليك طمش. ما انت طالما ربطت الحمام وعشقت الحمام ببعضه خلاص بقى ليك شكل معين انت بقيت مميز بيه.
طب انا عايز اسال حضرتك على حاجه، معلش هقاطعك. اصعب حاجه واجهتك في بدايتك مع الفرخ في الوقت اللي حضرتك بدات تفرخ فيه؟ هو اللي شربني فرد حمام رخم زله وعله، دي اصعب حاجه واجهتك؟ طبعا. بص يعني هو والمساود العنبر الاسمر ما تعبنيش زيه. المساود بالذات ابو وش قصير ده، خلي بالك فرد من الحمام الرخم جدا جدا. اول هام في مساويد بتشوفها دماغها ملفوفه، مش دماغها عدله، لازم المساود يكون عظمه خارج من دماغه ووشه يعني ايه في انطاره. لو ما فيهوش انطاره ما يبقاش مساوي، لو جت دماغه دايره ما يبقاش مساوي. وجفنه وضربته اغمق ضريبه زيتي في الحمام كله هو ضريبه المساوي. لان انت ايه، ناس عماله تقول لك ايه ده الحمام ده دخلوا عنبره، وريني كده ازاي دخلوا عنبره، ازاي هتجيب صندوق العنبري زي صندوق المساود. صندوق المساود ورق وطويل وليه وقفه وليه شكل، وده ليه صندوق وده ليه صندوق. المساود فرد حمام ليه رقه كده وليه جمال، عنبري خشن، فرد حمام فيه خشانه كده وفي تكشيره. تمام. وبعدين ضربته ياقوتي وده ضربته زيتي، لما تحط الاثنين على بعض هيجيبوا الضريبه اللارنج على طول، مفيش كلام. تمام، الله يفتح عليك يا حاج. طب عايزين نعرف من حضرتك يعني، هل حضرتك لما بدات تنتخب الحمام ده في غواي معينه يعني انت واثق في حمامه وبدات تشتغل بيه ولا؟ والله بص انا عمرو، انا اول ما لميت البلق دي الله يرحمه ويسامحك يا عم محمود العشماوي، خدت منه حمام وخدت من عادل عبشافي، وبدات ايه اجيب حمام، بقيت انزل من السوق الم حمام في نمر عن رؤيه عينك. تمام. كنت وخدت حمام بردك من واحد صاحبي هنا بردك كان اسمه حمدي مجاري، بردك خدت منه. وخدت حمام من ناس تانية حبايبي بردك، وبدأت طبعا ايه انتخب الحمام ده وعشق الحمام ده ببعضه، وابدأ ايه اصرد واطلع وادخل لغايه لما عملت سيمترية لشكل انا والريتم بتاعي. الحاج عبد الحميد بدأ يسمع ويظهر اسمه في بين الغواة او بين الاصدقاء امتى؟ أنا لما بدا في الثلاث الوان دول. انا اقل الناس. ربنا يبارك لك يا رب. احنا بس احنا يعني دايما احنا بنقول ده كله توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. تمام. انت بتجتهد وربنا بيكافحك على قد اجتهادك. تمام. بس دلوقتي الشباب الصغيره كلها يعني ذوقها في الحمام دلوقتي بقى يعني بتبص دايما للقصر العظم بس. ما هو يا عمرو مش عارف نمر الحمام. ما احنا بنقول يا جدعان كل اللي في ديره فيها اكيد اتنين حرفه او ثلاثه حرفه يقعدوا في القهوه، انتوا بتقعدوا على القهوه بالساعات، تعلموا الغواي دي نكوا ثواب عند ربنا سبحانه وتعالى. انا واحد من الناس لما بيجيني شاب صغير ولا بيجيني احد عاوز يتعلم بفيده، وعمري ما بقول يعني ما المعلومه بتاعتي ما لازم ما افيد بها الناس، لان ده ربنا هيحاسبك على كده. يعني ربنا هيحاسبك على المعلومه اللي انت هتفيد بيها الناس دي. ولازم فرد الحمام الغواي دي مش هتعرف الحمام ده كويس ولا مش كويس الا ما بينكم الحمام وبين بعض اعملوا فركات. سيبك من النت وسيبك من الكلام ده، مش هيعلمك، لان لازم اما تمسك فرد الحمام في ايديك بيوري لك بقى مواصفاته وعيوبه. وبعدين اول هام في الحمام لازم لما اجي انتخب حمايه، اول حاجه اجيب حمايه نافوخها عدل، نافوخها مزحلق، واجيب حمايه وشها مقنطر تكون ضربتها كويسه لونها كويس. ده لو انا هنتخب حمايه بقى، وهبدا ان انا اعمل عليها بصمه ليا انا. ما بصيتش، ما قلتش اول حاجه العظم. لا حبيبي، العظم ده يجي، ده اخر حاجه. الغواي دلوقتي بتبص للعظم وما تبصش لبيته. يعني في حمام بتلاقي دماغه لما اقعد تحط عليه كوبايه شاي تقعد، ده يروح فين؟ تمام، الله يفتح عليك. اول حاجه يا باشا بقول لك كده، تنتخب حمايه تجيب نافوخها يعني ايه مزحلق ملهاش دماغ، تمشي ايدك كده تجري. تمام. ده حمايه نافوخها مزحلق، وتجيب حمايه ضربتها في اي لون، ركز على الضريبه لان هي دي الاساس. اي ضريبه هي اللي صريحه، الالوان بتيجي لكن الضريبه ما بتجيش، تيجي مع الوقت في الرد تظهر البلاوي اللي دخلت في فرد الحمام. تمام. لكن اللون يجي مع التكرار بيجي، لكن الضريبه دايما بتبقى هي اللي فضحها. تمام. الحاج عبد الحميد لو عايز ينصح الغواي المبتدئ واللي صاعده في غيه الحمام، لو هتقول كلمه من قلبك كده هو ليهم هتقول لهم ايه؟ والله اقول لهم حافظوا على بقيه الحمام اللي موجود، لان الحمام بدا في انقراض والغواي ماشيه في سكه واحده، وده دي غلط، دي اكبر حاجه هتخلي الغيه دي تبقى في الحضيض.
ليه بقى؟ لان الغواي كلها متجهه للونين، ليه بيشرب بندق واللبلق الاسود؟ وهي الغوايه عمرها ما كانت كده. مش اختصاص يعني؟ لا يا باشا، الغوا الحريف اللي بقى عنده كل حاجه. يا سيدي بص، انا ما بقولكش غوا 10، كل من بيحب لون يخليه فيه ويجتهد فيه. انت بتحب شربوندو خليك في شربوندو، في واحد تاني بيحب عنبر اسمر خليك في عنبر اسمر، في واحد بيحب مساود خليك في مساود، في واحد بيحب اخضر خليك في الاخضر، في واحد بيحب سكروت خليك في السكروت. ما لما انت كل واحد هيبقى بيختص بلون، الحمام ده هينشط زي زمان يا عم. تمام. ايه اللي خلى الحمام راح وبقى الحمام في انقراض والحمام الواناته بقت بص خلاص في الحديد؟ ليه؟ لان كل الغواي اتجهت للونين وتركت بقيه الحمام ده. يعني حضرتك تقصد لو الاختصاص اتوجد بس في جميع الوان الحمام ده ينوع الدنيا يعني؟ حاجه بس يا عم، اتفضل. لما انت هتنتخب لون وتجتهد فيه وتجيب فيه نمر كويسه، والله العظيم هتبقى احسن واحد والدنيا كلها هتجي لك نجاح. اي لون تمام، بس تركز فيه وتجيب حماس متراية بتاعتها كويسه ومضمونها كله كويس. ما اجيبش حمام فيها عيوب اقول لك انا هعمل منها حمام واعمل منها وابني عليها حمام. بالظبط. اه لازم يبقى عندي فكر، ولو ما عندكش فكر مش عيب، روح لواحد عنده فكر وتعلم منه يا سيدي. الله يفتح عليك. يا انا راجل كبير اهو، لو عندي شاب صغير عنده حمام كويس هروح واخد منه، ايه العيب فيها؟ العيب فيها ان انا اتكبر. الله يفتح عليك. الكبر عله، وبيبص يموت المعلم وهو بيتعلم. بالظبط. احنا طول عمرنا في الغيه بنتعلم، وتعلمنا من الناس الكبار الادب والغيه. الغيه طول عمرها ادب واخلاق، مش بقله الادب. والغيه عمرها ما كانت بالفلوس يا باشا. بص احنا الناس اللي هي بسيطه دي سبحانك يا رب بتفرجك حمام، ممكن تطلع عند ناس معاها فلوس ما طلعتش الحمام ده. ده حقيقي فعلا، ده حقيقي. ليه بقى؟ عشان هو بفكره مش بماله، بفكره. ما هو عنده فكر، والتاني اللي عنده مال ما عندوش فكر. ما هي الغيه غيه حرفانه وموهبه من عند ربنا سبحانه وتعالى، والاثنين مكملين بعض. يعني المال والفلوس، هي قال لك ايه؟ غيه. قال لك الغيه مال قارون وصبر ايوب. يعني الاثنين. فهو الغاوي اللي هو بسيط ده سبحانك يا رب ربنا مديله الموهبه. ما هي الدنيا كده، خلاها كلها درجات. لو كلنا اثرياء ما كانش حد عمل كده. بالظبط بالظبط. ربنا جعلنا فينا الغني وفينا الفقير، وفي اللي مخه ذكي وفي اللي مخه على قده، وفي اللي فهمه حلو وفي اللي فهمه مش حلو. بس في نمر في الحمام لا نقاش عليه. احنا قلنا كده كل بيت فيه نمر ما نتغاضاهاش، نمشي عليها. طب حاجة عبد الحميد، هتفرجنا على مساويد ان شاء الله الجزء الجاي؟ هتفرجنا على مساويد يعني ان شاء الله. طب هتقول ايه للمتابعين القناه وللناس اللي بتتفرج عليك دلوقتي عشان نبدا نخش على المساويد ونفرج بقى؟ والله بص، ده مجهودي وانا تعبت، وربنا بيجازي كل واحد على قد تعبه. تمام. وبنوري الناس الحمام عشان الناس تتعلم وتشوف الحمام شكله ايه. تمام. عشان في ناس عماله تخلفط تقول لك ايه الحمام ده ما فيش الا المساويد ابو وش طويل. لا احنا هنفرجهم، احنا قلنا في ده وفي ده. احنا الحمام ابو وش قصير ده انا شفته، انا هنا من شبره، كانت بطاقتي الاول شبره قبل الشرابيه. تمام. كنت رحت شفته هنا عندنا في شبره عند الخواجات، وكان في هنا واحد اسمه ابراهيم في شارع السودان. تمام. رحت اتفرجت عنده، الكلام ده من 35 سنه او 40 سنه. تمام. اتفرجت عنده على مساويد ابو وش قصير لم عينيه ترقاها، وكان عند الخواجه فهيم في دير الملاك، كان بيحب المساود والسقروطه برضه. تمام. انا لفيت مش ما لفتش، فالحمام ده موجود من زمن الزمن. في غواي بقى ما شافتوش، احنا مالناش دعوه بيه. ماشي. ابو وش طويل ده سكه، وابو وش قصير ده سكه. وبعدين انا اللي عمال يقول لك ده بيت، جت الضريبه الزيتي دي منين؟ جه اللون ده منين؟ جت الدماغ العدله دي منين؟ انتوا هتجننونا؟ ما هو في اساسيات في الحمام، اللي مش عارف حاجه ما يتكلمش فيها، يعني خليك في اللي انت عارفه. اتكلم في اللي انت عارفه المضمون بتاعك. طب يلا نفرجهم. وبعدين انا هقول لك على حاجه يا عمرو قبل ما نفرجهم. قول يا باشا. المساود هما بيتين، بيت بوش طويل. تمام. وبيت بوش قصير. تمام. بوش طويل بيبقى سواده متلح شويه، وفرد حمام تلاقيه فيه عضه وقاعد على كعانه، ووشه استطاله حته واحده خارج من نافوخه، ولازم ضفره من قدام يكون مقفول. وابو المسود ابو وش قصير انعم منه. هو اللي اتصيط ابو وش طويل ده ليه؟ عشان النش. تمام. كان الغواي بيحبوه في النش عشان هو فرد حمام خشن، حتى رجليه كانت خشنه غير ابو وش قصير. ابو وش قصير فرد حمام غزار ناعم زي الايه، العنابره السمر والسود الغزار هو فرد حمام غزار ناعم زي الفصيل. طيب ده كده. ناعم ايه؟ عشان بس ما تتفهمش غلط، ناعم بمعنى لا، التاني كان خشن نش عفي. اه ده فرد حمام غزار.
هو اسمه ايه؟ عشان بس ما حدش يقول لا مش نعم ان دخله. لا يا باشا بص انا اقول لك على حاجه، فرد الحمام الدخيل معروف وفي نمر بتفضحه تمام مفيش كلام يعني. لا ما احنا قلنا بيقول لك العنبره السمرة، فرد الحمام اللي دخله العنبره السمرة ده مهما تعمل فيه باين فيه قوي شغل العنبره، لان صندوق العنبري ووقفه العنبري وشكل العنبري ده مختلف. العيده بتاعه مختلفه غير دماغ وصندوقه يا ما عيداه وتراكيبه مختلفة يا عمرو. انا هيوقف لك الحمام دلوقتي واتفرج على الحمام في وقفته وشكله، اتفرج هي دي المساويه تمام. ما يقعدوش يقول لك لا ده حمام دخيل ومش دخيل، هو المساوي بيتين، بيت بوش طويل وبيت بوش قصير، ولما بوش قصير دخل على بوش طويل طلع حاجه اسمها تلتين، خلى ليه شكل احسن من بوش طويل تمام. يلا نروح نتفرج. انا يلا يلا بينا. هنراكم الجزء الثاني مع الاستاذ عبد الحميد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.